مع وحي فني وتعبيري عن قضايا وبصمات على حوائط جاليري راس العين في منطقة وسط البلد بمشروع يحمل اسم واو بلدك بمشاركة 24 فنان للتعمق أكثر بفكرة حرية المرأة وتخليصها من القيود ومناقشة الحقوق والبعد عن التحرش والعنف في أطول جدار في عمان. مهرجان واو بلدك هو دمج مشروعين، اللي هو بلدك مشروع مسرح البلد سنة 2013 ومشروع واو أو Women on Walls أو ست الحيطة، اللي هو مشروع مصري صار بمصر بالقاهرة ومدن مصرية أخرى بخلال 2013. هاي السنة قررنا ندمجهم لنعمل مهرجان واو بلدك، اللي هو مهرجان فنون شارع يسعى لتمكين المرأة من خلال فنون الشارع وفن الجرافيتي بالذات في الأماكن العامة. مجهود جماعي من فنانين من مختلف الدول العربية، حيث يخصص لكل فنان مساحة ملهمة وخاصة به يتناول الموضوع حسب رؤيته، ويشكل دعماً معنوياً وإلهاماً لتعدي المشاكل المجتمعية والأحاسيس المتعلقة بعدة مواضيع تترجمت في جداريات في عمان. تتضمن البنت بالنص زي ما موجود، والكراسي حواليها، لأن أنا بشتغل بالرمزية، فالكراسي هني عن المجتمع وعن الأهل وعن الناس اللي حواليها اللي بيضغطوا هاي البنت، ومكتوب فوق لا أنت بنت، اللي هو كل بنت كان بالوطن العربي أو انترناشنال كل بنت تسمع هاي الكلمة وهي صغيرة، فلا أنت بنت بيخلي إحنا كبرنا على هالكلمة، فبيخلي خوف جوا البنت. المهرجان من الخوف إلى الحرية بعبر، أو هو كل موضوع عن المرأة والخوف اللي بيكون عايشيته المرأة في مجتمعنا. فالجداريات اللي عم الموجودة هلأ كلها بتعبر عن أو عم تحكي أو بتبعت مسج للمرأة أنه تتحرر من الخوف اللي عايشه فيه. جداريتي بتعبر عن الحرية للمرأة في الوطن العربي، الحرية عامة بالنسبة للمرأة أن هي تشوف نفسها ناجحة في مجال شغلها أو في أي حاجة في حياتها. بس المشكلة ان احنا عندنا في الوطن العربي المجتمع دايما هو اللي بيأيد المرأة، يعني رمزت للمجتمع ده في الرمز الذكوري اللي هي راس الراجل، وبتحاول ان هي دايما بتحبط من محاولاتها في ان هي تطير او تحلق يعني نحو سماء النجاح. تضمن حفل الاختتام عدة فقرات غنائية من فرقة درام جام باند وفرقة بالكوني. أيمن الحمود، رؤيا.